القراءة في أهم الأحداث الجهوية والوطنية والعالمية مع عبسلام شقير كل يوم جمعة من 10:30 نهار في إكسيد ميتس. إكسيد ميتس. نعود من جديد مستمعينا الكرام ونرحبوا محذنا في البلاتو مدام فاطمة مسدي. مرحبا بيك مدام. نورت ريبات فيم ونورت مستير. يعيشك ومرحبا بمستمعيني إذاعة مستير. نحب نتوجه بتحية صغيرة للإذاعة هذية إذاعة ريبات فيم. إذاعة ريبات فيم علاش نقول خطر بعد اللي صار وبرشة مواضيع تطرقنا لها كما موضوع التسفير اللي هو من أكثر المواضيع خطيرة في البلاد. راهو قليل ياسر وسائل الإعلامية اللي يجبدوا الموضوع هذية. دونك أنا مش غريبة على مواطنين مستير اللي هما مواطنيين ومش غريبة على الإذاعة هذية باش تكون احنا حكينا فيه. إذا كنا أول إكسيد فيتاس كان أول من فتح ملف تسفير الشباب لسوريا وجبنا مدام هالة عمران اللي هي رئيسة اللجنة هذية وتكلمنا فيه برشا مرات مرارا وتكرارا لكن لا من مجيب للأسف. لا من مجيب لا النيابة العمومية تحركت ولا سياسيين تحركوا ولا حد شيء. نرحبوا كيف معنا على الهاتف مدام بدرة قعلول دكتورة بدرة قعلول رئيس مركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية. مرحبا مدام بدرة. مرحبا بك ومرحبا بمستمعي رباط عسام ومرحبا بفاطمة. أنا متأسفة جدا جدا أني ما كنتش معاكم وكان المفروض أن يكون معاكم اليوم في المسير. الله غالب يعني لظروف صحية. المسير شك معنا على الهاتف مدام بدرة. تسمعوا معنا مدام بدرة الفيتير صغير هذا ومن بعد نرجعوا للحديث عن ملف باش نحلوه على مصراعيه المرة هذه ملف تسفير الشباب التونسي لسوريا. من المتورط؟ من هي الجهات المتورطة داخليا وخارجيا؟ كما قلت انت مدام بدرة تسمية الأشياء بمسمياتها. إن شاء الله اليوم معناها نخرجوا بالمخرجات الساعة أولا متاعكم متاع المركز متاعكم بعد الورشات العمل ونحكيوا كيف على مقاطعة الهيكل للأسف للندوة الصحفية وما وراءها ونحكيه في جميع جوانب الموضوع متاع تسفير الشباب وعودتهم زادة كيف لأنك أنت أطلقت صيحة فزع مؤخرا حول تسلل 145 إرهابي تقريبا إلى تونس بعد فشل مخطط داعش في سوريا والعراق. نسمع الفيديو هذا ونرجع. نعود من جديد مستمعينا الكرام للحديث عن سوريا وتسفير الشباب التونسي إلى سوريا وهو موضوع دائم الأهمية تونكو ما زلنا ما توصلنا فيه لحد شيء وما زلنا ما سمعناش تقرير رسمي نهائي. الأرقام الموجودة في تونس والمداولة هي ما بين 5000 و6000. هنا برشا ملاحظين يقولوا إذا كان مشاو 5 أو 10 أو حتى 100 نفر تونسي باش يجاهدوا دونك نجم نقولوا هنا سا بو تيتغ لو فروي دو هازار. الناس مشات على حسابها الخاص والله نجم نقولوا معناها هذه ثمرة الصدف. أما احنا نحكيه على آلاف مؤلفة خرجوا ووصلوا لسوريا ما تنجمش تكون بالصدفة. الشيء ممنهج دونك الأمور كانت منظمة وفما شكون خطط للشيء هذا. السؤال المطروح لهنا كيف لشاب تونسي أن يخرج من تونس أو من مدنين أو من مستير أو من أي مكان كان في تونس ياخذ اللواج ويمشي للمطار ومن بعد يهبط في بلاد أخرى من غادي ياخذ اللواج يلقى روحه في جبهة قتال في سوريا. هنا من حق الشعب التونسي باش يعرف شكون سفر هالشباب هذا ورمى به للتهلكة وبالتالي يحصل الضرر بالسمعة متاع تونس إلا ولات مصدرة للإرهاب في نظر الرأي العام العالمي بطبيعة وأضر بالتالي بالاقتصاد متاع تونس وبالتالي زاد كيف هجج المستثمرين الأجانب وبعدهم على تونس. هنا نحب نعطي مثال باش نحاول نوضحوا للسادة المستمعين الصورة بالباهي. نتخيلوا اللي صار في سوريا لا قدر الله صار في بلد مجاور لتونس في الوقت هذاك والله لا يقدر نعودوها معناها احنا يجيونا آلاف 6000 أو 7000 يجيو بار اكزامبل جودي نامبورت كوا من لبنان يجيو يهبطوا في مطار تونس ويدخلوا للتراب التونسي قصد اجتياز الحدود التونسية باش يمشيوا يقاتلوا في البلد المجاور هذا. يا هل ترى لهنا المخابرات متاعنا باش تفيق بهم ولا لا؟ بالتأكيد باش تفيق وفي السياق ذاته نتفكروا وقت الأمور مشات إلى الخلف والمخطط بدا يسقط في تونس نتفكروا أوباما بيدو ولا يلوم على تركيا اللي هي تواطئت في إدخال الإرهابيين إلى سوريا والكلام هذا قالوا سي طيب البكوش في وقت ما وقت اللي قالوا نتفكروا داروا عليه بكلهم الناس المتطرفين اللي في تونس قالوا كيفاش يقول الكلام كما هكا معناها ووقتها كيف من يسار ان انسيدون ديبلوماتيك مع تركيا خاطر لام على تركيا كيفاش تعدي في الشباب التونسي لسوريا بشكل مباشر وبعدها باسبوع تقريبا تفكروا للناس الكل بدت وقتها. السؤال المطروح هنا كيف وهو الاهم بالطبع لكشف الحقائق لفائده من الشيء هذا الكل صار. الفائده الاولى
نحكيه على معناه أو ماتيغ دو جيو استراتيجية على مستوى محلي، معناه في المنطقة غادي القريبة لسوريا اللي هو بشار كان مقلق جماعة الأخرين نقصدوا لهنا الجيران. دونك لا ميور فاسون دو سان ديباراسي سيتي لوتو ديستركسيون، باش كيفاش باش ندمروا سوريا وما نظهروش في الصورة من غير ما ندخلوا احنا باش ما يقوموش علينا العالم العربي وتولينا فتنة. المستفيد الثاني تو ولا هو عنده مصلحة وقتها اللي هما كانوا يحكموا في الوقت هذاك، كانوا يحكموا من موريتانيا للمغرب لتونس ليبيا لمصر. دونك سيتي لا كونفريري دي فرير مسلمان. دونك كانت المصلحه مزدوجه لهنا، جيران سوريا ماذا بيهم يتخلصوا من بشار خاطر كان مقلقهم برشا، اون بلوس الراجل بدا يطالب فيهم بالجولان وغيره. الهدف كان واضح وقتها وهو تدمير الجيش العربي السوري باهي. ومن ناحيه الاخرى يقول لك كان باش يدخلوا، كان باش يدخلوا هما بشكل مباشر لبيي هذوما باش تولي بدون سبب واعتداءات، واحنا نقاسيو ديجا في مشكله مع الفلسطينيين ما نزيدوش نلحقوا على رواحنا باب اخر. وبالتالي الدول هذه اللي كان الهدف نتاعها بشار الاسد والجيش السوري اعطاوا الثقه في الاخوان المسلمين وقاموا بحرب ما ظهروش فيها بشكل مباشر. هاكا ما نقوموش بها احنا الحرب وخليهم هما ياكلوا بعضهم. تو نحكيوا على الاليات اللي ساعدتهم في تنفيذ المخطط من تونس. نتفكروا الائمه نتاعنا اللي في وقت ما حرضت الناس على بشار الاسد ويدعيوا عليه، معناها الناس جايه باش تصلي جمعه وتتعلم حاجه تنفع في الخطبه ولا باش تدعي على بشار الاسد؟ وهذا معناها كان في الاف الجوامع في كامل تراب الجمهوريه، وهنا ما ينجمش يكون ثمره صدفه. دونك بشار معناها ايتي لينمي جوري نتاع الحلفاء نتاعهم الخليجيين، سيتي اوسي لينمي جوري نتاع السعوديه الا مره من المرات نعتهم بانصاف الرجال، وزيد كان للي نتاع ايران وحزب الله. وبالنسبه لاصدقاء سوريا هذم ما بين قوسين ينجموا يحكيوا مع الشيطان حتى مع اسرائيل وما ينجموش يحكيوا مع الشيعة. دونك التمويل لهنا ما كانش فيه مشكله بما انهم كانوا يحبوا يطيحوا بشار. الفلي توا دو لا مان دوفر هنا منين باش نلقاوها؟ باش يلقاوها في البلدان اللي يحكموا فيها الاخوان في الوقت هكا. وهنا ما نستغربوش، الريزو نتاع الفلوس مشى كيما يلزم، والغزود للوجيستيك زاد يعني كل ما هو تطليع اوراق وشكون يهز وشكون يستقبل غادي وشكون يوصل للحدود. يا سيدي اذا كان ما هيش ممنهجه، تصور شاب من المستير ولا من شربان ولا من جمال ولا من اي بلاصه كانت باش يطلع لك لتونس وياخذ طياره ويهبط في تركيا، في تركيا باش يتصرف وحده باش ياخذ لواج ولا باش ياخذ تران ولا شنو باش يمشي للحدود مع سوريا؟ دونك سي امبوسيبل هنا ما تجد على حتى حد. دونك الشيء كان ممنهج. فما ساعه ديزيفيدونس اللي يلزم نذكروا بهم اللي هي تكوين داعش كان من المخطط اللي قالت عليه هيلاري كلينتون ما خبتوش داير كتبته كتيبه في كتابها. التمويل معروف منين جاء، عن طريق جمعيات خذت الفلوس من الخليج. دونك فما تواطئ سور لو بلان لوكال هنا عندنا في تونس بشراكه تركيا حسب ما قال العديد. دونك وهذه ما فيهاش حتى نقاش. احنا اذا كان جاء على حد هذين الجماعه هذوما ومشاركتهم في الحرب غادي في سوريا يقول القائل مش مشكله كبيره بقدر الضرر اللي لحق ببلادنا. تضرت خاطر ولينا منعوتين بالارهاب، والمستثمر الاجنبي اكبر حاجه يخاف منها هي الارهاب. يقول لك اني ماشي نستثمر في بلاد ولا تصدر في الارهابيين، فلوسي معناها نهزهم لتونس ما نخليهم في البنك وما نهزهمش لك البلاد هذيك، لوين نهز فيهم؟ وزيد على هذا الكل العمليات الارهابيه اللي صارت في فرنسا وفي برلين بكلهم توانسه، التوريست اللي تضربوا زاد كيف كيف في نزول في تونس لهنا، هذاك نتيجه شنو؟ ما هو نتيجه الشحن اللي صار لك الشباب هذاك والكراهيه اللي قومناها على الغرب وتو هولينا نطلبوا كاريمون. معناها قال شنو هو ماكرون وعدهم باش يبدل 30 مليار دات باش يردها استثمار، معناها شيء يعمل العار ولينا نحكيه ب 30 مليار اللي هما في مقدور رجل اي رجل اعمال تونسي. معناها شنو ما 30 مليار ولات معاملات بين دوله ودوله ب 30 مليار، وهو ماكرون ما يتلامش عليه داير بارك الله فيه. على كل حال احنا ضربتنا الكبيره، المهم ضربتنا الكبيره جات من 3 سنين حكم اللي جاوا بعد جانفي 2011. دونك لا هي تهرب جبائي ولا هي فوسفات ولا هي حتى شيء. الى بروف داير انه توانسه تو قاعدين يدفعوا في ضرائب اكثر من وقت اللي كانوا يدفعوا فيه قبل وقت بن علي. دونك احنا تو قاعدين ندفعوا في ضريبه السياسه نتاع 3 سنين هذوكم تو سامبلومون، ما عادش لا استثمار ولا توريست ولا دوفيز ولا حتى شيء. دونك وهذايا بطبيعه سي اون ايماج معناها كي بو با سو ريدريسي دو جور او لوندما، معناتها حتى اذا كان الامور باش تتحرك شويه وان شاء الله تتحرك احنا نتمناو، يل سوفيغا لا قدر الله دناك تيغوريست معناها. وهنا نشوفوا جماعه اللي يشدوا فيهم في الاونه الاخيره الكل قداش من خليه تتشد على وشك القيام بعمليه ارهابيه. دونك الحقيقه يلزمها تظهر شكون اللي سفرهم الناس هذوما، على خاطر الا سفرهم ضرب المصلحه الوطنيه بشكل واضح وبشكل صارخ. واذا كان لا قدر الله طاح بشار الاسد في الوقت هذاك او في وقت لاحق راهم خرجوا فيها ابطال الناس هذيا، ولا تو قاعدين يتهربوا ويهربوا في وجوههم ويتخباو من بلاصه لبلاصه. شكون اللي عطى الباسبورات في نهار واحد وما عندوش حتى مليم؟ تو شاب ما عنده حتى مليم يعطيو باسبور وثلاثه ملايين ونص، شكون اللي عطاهم لهم الفلوس هذوما؟ حاجه مهمه برشا يلزم نذكروا بها لهنا، احنا في تونس الشيء اللي نعرفوه والفضل يرجع فيه للمجاهد الاكبر الحبيب بورقيبه اللي هو كون مؤسسات
الدولة اللي قاعدة قائمة على خط ساعات نقول سي دوماج معناها اللي يقارنوا في تونس ببلدان أخرى كيما ليبيا وسوريا ويقول لك احنا ما تضرناش برشا كيفهم. لا يا سيدي ما تقارنيش بذوما، احنا طموحاتنا كانت هي الأحسن معناها مش الأسوأ، واحنا إذا وصلنا معناها لهالشيء اللي صار في ليبيا وسوريا واليمن ومصر نوعا ما تجاوزناه، معناها سي باسكو نافي دي انستيتيوشن معناها كي تي لا كي تي بريت، كانت عندنا مؤسسات عندنا منظومة أمنية وعسكرية قائمة من الاستقلال كونها زعيم الحبيب بورقيبة، عندنا حرس وكون جيش وكون شرطة وكون منظومة استخباراتية قوية لإحقاقا للحق زاد تورها الرئيس السابق بن علي، دونك إلا ذبانة كانت ما تنجمش تتعدى عليها، وهذا شيء مشهود به عالميا. الاستخبارات التونسية اللي فكوها بعد 2011 قال شنو قال بوليس سياسي هاونا توا اون باي لو بري توا هاو ولاو الناس حتى باش يعطيو معلومة وباش يكتبوا وباش يقولوا راهو فما شباب قاعد يسافر وكذا يقول لك اني شيهمني بما انه الحاكم يعطي فيهم في الباسبورات ويسهل لهم واحد خل نسكت على روحي. وإفكتيفمون هذاك هو اللي صار، فما ناس كانت في بالها بكل شيء اما في الظروف هذيك بالذات ما كانتش تنجم تتكلم، يعني كانوا يعرفوا شكون مندس في وزارة السيادة شكون مندس في شرطة المطار، معناها كان فما موضوع خطير برشا، هذا كان فما كتمان من طرف الناس اللي كانت تعرف لانه وعندها حق كيف كيف خايفه على رواحها لانه اراده سياسيه وقتها كانت ماشيه ضد التيار. دونك في 2012 فما شكون تحدث على اجتماع صار في بلاد نتاع حلفاء الاخوان في المنطقه هذه من غير ما نسميوها البلاد شكون هي لموله الجمعيات الخيريه في تونس وغيره، واجتمعوا قاده التنظيم هذاك كبار القاده نتاع الاخوان المسلمين من مختلف الدول بما فيهم تونس، واتخذ القرار باش يجندوا الشباب لسوريا. معناها الامور واضحه ما فيهاش حتى شك، وقتها تعطى المودوردر للائمه وبداو يحمسوا في الشباب وجات الفلوس ومشات الجماعه وكها وسيتو. توا المطالب من كل الطبقه السياسيه المتواجده حاليا مجلس نواب سياسيين وزراء الناس اللي عندها دخل الكل ولا عندها كلمه في الشان السياسي مطالبه باش توضح الحقيقه هذه للشعب التونسي، لانه ابار المصلحه نتاع البلاد اللي تضرت بشكل واضح كما كنا نحكيو فما عائلات معناها مشات وتدمرت في جره صغارها اللي سفروها وهربوها لسوريا وفما فيهم اللي مات غادي وفيهم اللي ما فهم عليه حتى خبر. نعود من جديد مستمعينا الكرام ونحكيو مدام فاطمة ومع مدام بدرة زيدا، سمعنا يظهر لي الفيتير شنو قولك مدام فاطمة؟ الحقيقة الفيتير كان براتيكمون شامل، معناها فيه معناها توجه شامل لقراءة الوضعية من بعد 2011 إلى اليوم في حكاية التسفير. يمكن فما حاجات اللي يلزمها شوية تتوضح أكثر منه معناها هذاك المطلوب تو. بالنسبة للقراءة الشاملة راهو هذا هو اللي ناقصنا في تونس الحقيقة، هما ديما يقوموا بقراءة جزئية ولا معناها حاجات بونكتويل معناها تصير حادثة في تونس تصير عملية إرهابية يشوفوها شكون وراها يقبضوا على المتهمين. كما مثلا مش نمشي للمهندس محمد الزويري تم اغتياله في ولاية صفاقس، توا سمعنا بعد عام ونص حاجة كيف هكايا اللي كونه واحد من البوسنة هو اللي قام بالعملية الاغتيال، لكن احنا ما حشتناش بشكون ضرب، اكثر ما حشتنا شكون اللي اعطى الاوردر شكون اللي اعطى التعليمات. هيك علاش نقول الفيديو اللي انت عملته فيه معناتها شمولية، والحقيقة شنو اللي وراء العملية التسفير لازم تظهر مش شكون سفر، اللي هو من أعطى الأمر لتسفير هالشباب هذي ومن سهل ومن جند ومن قام بالتمويل والتغطية. هذا هو اللي باش نحكيو فيه اليوم. مدام بدرة معانا؟ ألو 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 دكتورة معانا؟ أيوة أنا الصوت قطع شوية لكن نسمع فيكم. بالنسبة للفيتير 90 على الفيتير يظهرلي بنقول حاجة واحدة إنه كل الجزئيات يعني وكل الأدلة وكل المعطيات موجودة لدى الشعب التونسي وحتى في المستوى التعليماتي والاستخباراتي. اليوم ما عادش نحكيه على لينون دي يعني ما عادش نبحث كل شيء موجود لكن الموجود وكيفاش تتعامل معه بأي انقطع الخط مع دكتورة بدرة ونعاود إن شاء الله. باهي مدام فاطمة
ألقيت محاضرة أني حذرت عليها، ألقيت محاضرة يوم 26 أفريل خلال الورشات اللي نظمها للمركز الدولي للدراسات الأمنية الاستراتيجية والعسكرية. المحاضرة متاعك شدت تقريبا جميع الحاضرين وجميع المشاركين بما فيهم أني، لأنك تحدثت أولا بعفوية مطلقة وعطيت معلومات تختيرة برشا به. كان باختصار نعاودو نعطيو أهم ما جاء في المحاضرة متاعك للسادة المستمعين متاعنا هنا في الساحل، خلي يعرفوا شنو اللي وراء شبكات التصفير، شكون اللي قاعد يدعم فيها بشكل مباشر، وكما قالت الدكتورة بدرة تسمية الأشياء بمسمياتها. به أول حاجة يزم نعرفوا احنا علاش عملنا لجنة للبحث في التحقيق لشبكات التصفير. احنا عنا في وقت معين عنا معطيات اللي يكونوا فما معناها ما بين 3000 و5000 ناس تسفرت، هذا حسب كل واحد يش يعطيك المعطيات ما بين الداخلية وما بين جمعيات ومنظمات، كل واحد يعطي انشيفخ يعطي عدد. وفي الوقت هذاك وكان عنا زيادة معناها بخلاف التصريحات المتضاربة وبخلاف الناس اللي مشيت تسافرت، كانت عنا زيادة معناها أزمة حقيقية في تونس اللي هي معناها قاعدين نشوفوا في ناس يقوموا بعمليات التسفير لم ينقطع وما تحاسبتش، وفيك الوقت ما نعرفوش شكون الحقيقة، كل واحد يتهرب من المسؤولية. دوك احنا خذينا بعتقنا على خاطر كيما تحكي انت النيابة العمومية ولا وزارة الداخلية ولا كل واحد يعطيك في حاجة، خذينا عتقنا كونه احنا نمثل الشعب وعملنا لجنة تحقيق برلمانية لشبكة التصفير، كانت على رأسها اللي هي مدام ليلى شتاوي اللي في اول جلسة قالت راهم اللي يقوموا بعملية التصفير راهم ناس من جماعة العفو والتشريع العام. واحنا نتفكروا تصريحاتها، احنا بدينا في الخدمة متاعنا وفي الخدمة متاعنا ان اللي عطيته في المؤتمر هي معناها مجموعة من المعطيات اللي جات في في اللجنة هذية. نبدأ أول حاجة احنا كلجنة مشينا حاولنا كيفاش نتصلوا بالجهات الرسمية كما وزارة الداخلية وزارة الشؤون الدينية ومعناها وزارة العدل وزارة وكلهم معناها الوزارات المعنية الكل، وتزيد اتصلنا بنقابات أمنية اللي هما اتصلوا باللجنة يحبوا يعطيوا حقائق وخذيناهم. فما جمعيات زادة كيما جمعية مواطنة اللي على رأسها عصام الدردوري سيدة جاء سمعناه، معناها احنا بخاتيك ما عملنا كل الاستماعات من جميع الأطراف، قعدت لنا جوست استماع برك ما زلنا نتحاوروا فيه، هو ما خذيناش معناها من عند ناس تيموانياج من عند ناس تشدوا ولا حاجة كيف هكا، ما زلنا ناخذوا نعطيو في اللجنة تو ما خذينا الأوكي. دونك بعد الاستماعات هذيا الكل شنو اللي صار؟ أول حاجة كي سمعنا من الوزير الداخلية الهادي مجدوب هذي ما قلتوش في المؤتمر، لكن وقتها كي جاء معنا قدام اللجنة إش قال؟ قال ما فماش شبكة تصفير. قال ما نحكيوش على شبكة تصفير بقد ما نحكيو واحد هز ولد عمه والآخر هز ولد خاله، معناها عمليات استقطاب فردية كما نقولوا ولد عمو كما نقولوا نصح ولد عمو الآخر باش يخرج. وهذا تصريح خطير، واللوجيستيك شكون اللي وفروا الباسبورات كيفاش تعطات؟ هذه بالنسبة لي سيد وزير الداخلية السابق بدأ أول حاجة عملنا كيفنا كي قالنا لا ما فماش شبكة تصفير ولا وفهمها، كل واحد ولد عمه يسافروا والاخر ولد خاله والاخر خاله والاخر معناها حبيبها والاخر والى اخره. قلنا له سيد الوزير هذا معناها كيفاش؟ قال له هذا هو معناها واحد يوفر للاخر، ما فماش شبكه ولا عمليه نتاع استقطاب كبيره من عند ناس، لكن هذا مش معناها ما فماش ناس تدعو الى الجهاد في وقتها في الجامعة في الجوامع وفي المساجد وغيرها. دونك احنا وقتها قلنا معناها كلجنه قلنا معناها شويه قلنا نسمعوا الاطراف الكل مش مشكل. سمعنا من بعد وزارة الشؤون الدينية وزارة الشؤون الدينية اللي قالت كونوا المساجد كانوا معناها في فوضى عارمة وكانوا ما مش تحت الاستغلال متاع أنت مش تحت سيطرة الدولة وراهو معناها ما نجمنا نسيطروا، كان في آخر 2017 كملناهم الكل معناها حسب رأيهم اللي كونوا كي خرجت على السيطرة المساجد كانت فما ناس وحدة وحدة تدعو إلى الجهاد، وتشوفوا أنتم شنو صار زادة في جامع سيدي اللخمي في ذيك الأحداث متاع جامع سيدي اللخمي.
الرسمي. وقت احنا دوبش طلعنا للمجلس النواب وقت اول عركة صحيحة تسمى في تحييد المساجد. وقت هيك العركة هذيك اللي تحييد المساجد تذكروا يظل وقتها فما عريضة فيها اكثر من 81 يوم مصحح اللي عزل رضا الجويدي معناتها ما طيح حكومة مش باش يعزل على كل حال. دونك في وزارة الشؤون الدينية قالت لكونه معناها المساجد دوما خارجين السيطرة ولا وفما أيام معناها هما اللي كانوا يقوموا بالعملية هذه. سألناها احنا قلنا انتم ما عندكمش معناها القائمة متاع الناس هذوما؟ قالوا احنا عندنا القائمة ونجمو نعطيوها لك احنا تولدوا ماخذينها كلجنة لكن عندهم القائمة مش يبعثوا هنا. سألناهم على الدعاة في كالوقت كيفاش كيفاش وزارة الشؤون الدينية اللي هي المسؤول الأول على الشأن الديني هل تم استشارة الوزارة هذه في دخول الدعاة؟ هذا راني ما قلتوش في المؤتمر. الدعاة من قبيل ملهمي الثورات العربية الشيخ القرضاوي وشفنا قيادات إخوانية كانت حاضرة معه واستقبلته في تونس ورحبت به. قالوا له احنا لا علم لنا. وزارة الشؤون الدينية قالت لا علم لنا. ونفس الحكاية بالنسبة لوزارة الخارجية قالت لا علم لنا. وراهو اللي انا نعرف اللي كونوا دعاة وجايين من الخارج نورمالمون يستشيروا وزارة الشؤون الدينية وزارة الخارجية. لكن هذا ما تمش. وحتى كان تم وحتى كان فما مراسلات الدعم رغم اللي وزارة الخارجية عندها مراسلة اللي هي معناها تندد بدخول الدعاة لكن حتى كان فما مراسلة من وزارة الشؤون الدينية الدعم لدخول الدعاة هذوما خاطرهم وهابية وما مش من 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 نفس التوجه الديني متاع تونس من قبل المراسلات هذوما اختفوا ما فماش. احنا توا باش نقول هذه التصريح معناها الحصري اللي كونوا الوزير السابق للبطيخ معناها قبل ما يجي الوزير سي عثمان بطيخ اللي هو كان محسوب على طرف سياسي اللي هي حركة النهضة الوزير هذاك هز معاه الوراق الكل ما عادش فما حتى ورقة في وزارة الشؤون الدينية ما فيها حتى معناها دليل. وإحنا حاولنا باش نتصلوا باش حاولت من ناحيتي أنا ومن ناحية اللجنة وكل شيء راهو اختفت كما تختفي الأوراق اللي تقعد في وزارة الداخلية بعد ما ينحى الوزير. بالنسبة للي بعده نحكي جينا معناتها حكينا مع بخلاف معناها الجهات الرسميه حكينا مع نقابات نقابة الامنيه ومع الجمعيه المواطنه هذوما معناها كانوا واضحين معناها في اللجنه وقالوا اللي كون حركه النهضه هي الطرف السياسي المورط في التغطيه وتامين وفي شبكات التصفير. قلنا لهم كيفاش مثلا نقابه الامن الجمهوري كانت واضحة قالت اللي كونوا أول حاجة صارت في تونس اللي هي معناها يوم الأرض وقتها على أساس معناها هي معناها يوم دعم الفلسطين وغيره لكن هو هذيك الاجتماع كان معناها عنده سقف آخر ولا غطاء آخر لبداية دخول الجواسيس إلى تونس بداية دخول الأجانب اللي هما كانوا معناها عندهم علاقة بإجهاض الثورة التونسية. في مؤتمر أصدقاء سوريا كان زادة عملية تغطية كبيرة سياسية من بلدان معناها تعرفوهم مشكون للتحكم وإعطاء توجه جديد لتونس في 2012 اللي هو التوجه لدعم شبكات التسفير والحرب في سوريا. المؤتمر هذي بربي انا معناتها حطيتوني مانيش باش نحكي كيما بالضبط كيما المؤتمر ميساج نحكي خطر المؤتمر يمكن فيه معناتها برشا معطيات وربطهم في حاجه لكن انا نحب نعطي اكثر تفاصيل هوني. بالنسبه للمؤتمر اصدقاء سوريا راهو قبل المؤتمر ما ينعقد احنا عندنا جيت بون انا نحكي على فاطمه مصديه مانيش نحكي على لجنه جيتني معطيات اللي كونوا فما تمويلات من 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 رئاسة الجمهورية في وقتها إلى جمعيات كيما جمعية تاع جمعية إيمان الطريقي ذيك ال ذيك الجمعية اللي هي نسيت الاسم متاعها لكن خذيت 40 مليون حرية وأنصاف حرية وأنصاف ولا
من جمعية حرية وإنصاف خذيت 40 مليون عبر حوالة من الكونت نجمو ثبتوا ماذا بيا النيابة العمومية ثبت اللي هو كونت من رئاسة الجمهورية خطر توا فما برشة اتهامات وذية لتو ما ثبتنا معناه ماذا بيا ندعو للتحقيق اللي كونه فما ينكاس نوار كانت تتمتع بها رئاسة الجمهورية وهي كانت تتمول بها جمعيات من نوع هذية وجمعيات هذية نعرفوها معناها ونعرفوا تصريحات رئيستها معناها إلى جانب الناس اللي تشدت وتورطت في عمليات إرهابية وفي عمليات دهس وغيره جمعية حرية وإنصاف كانت معناها تنجم تقول الناس الكل تعرف المواقف متاعها في حماية الإرهابيين والدفاع عليهم وعلى حقوقهم وغيره حتى ولينا نحسوا الإرهابيين معناها ساعات مظلومين والشعب التونسي هو الظالم معناها بعد ساعات يسخفونا بالحق الحقيقة دونك فما معناها تمويلات جيت من رئيس الجمهورية وهم ما يعبر على تورط أجهزة الدولة كرئيس جمهورية وجمعيات اللي هما معناها كانوا غطاء للجماعة هذوما اللي سفروا واللي هما معناها يقوموا بتخطيط وتبييض الحرب على سوريا انصح الكلام هذا كلام خطير برشا يعني أعلى هرم في السلطة التونسية في الوقت ذاك معناها حاميها حراميها إذا صح صحة المعلومة وهذه مش غريب احنا شفنا حاجات مثلا إرهابيين رينا إرهابيين تم توصيلهم من رئيس الجمهورية في الوقت معناها أنتم معلش تجي حاجة غريبة في تمويل وإذا كان تشوف مش حاجة غريبة توسم إرهابي معناها مش حاجة غريبة هذية علاش أنا نقول هذية هذية ما قلتوش في المؤتمر لكن أنا نحب معناها أشير إلى وجود شبه حقيقية معناها في التعامل مع ملف منصف المرزوقي سيد الرئيس الجمهورية السابق رئيس مؤقت السابق الرئيس المؤقت السابق اللي هو معناها تشير أصابع الاتهام ويزم هذا تحقيق إلى تورط أصلا في عملية تغطية لما حدث في هذه الفترة مع العلم اللي أنا عندي شوية معطيات وهذا يتنجم تثبتوا اللي كونوا معناها السيد منصف المرزوقي راهو اللي يهمه سوريا قبل ما تهمه شأن التونسي ومش نعطي مثال وماذا بيا نزيد نحقه فيه أنا نحب نشوف في العلاقة ما بين سيهم بن صدرين وسيد رئيس الجمهورية خطر قبل الثورة قد معناها أنتم تعرفوا اللي كونوا سيهم بن صدرين كانت هي القائمة بجمع المعارضين اللي وقتها كانوا في فرنسا وفي المعارضين كانت فما اختلافات فما المعارضين الحقيقيين اللي هما مدنيين وغيره فما معارضين اللي هما معناها مش وطنيين وعندهم معناها أجندة أجنبية نقول العلاقة هذية راهي معناها يزم واحد يدرسها فهمت هذية معناها نحاول ما عندنا نشوفه مع النيابة العمومية تنجمش ترجع للعلاقة هذي كيفاش أخاطر أنا اللي عندي كمعطيات اللي كونوا سيدة سيهم بن صدرين قريبة ياسر من رئيس الجمهورية دايوغ تذكروا أنتم طلبت الأرشيف الأرشيف واللي هو معناها الأرشيف هذية كانت تنجم تتحصل عليه ما غير ما تعمل هيك الهيلمين الكل وهيك ثلاثة الكمين وكل شيء يستفي تطلب الورقة كيما المؤسسات الكل شبيك قصر رئيسة كان دار سيد الوالد معناها لكن الهيلمين اللي عملته هذا حتى بالتيموانياج متاع جماعة متاع الهيئة الحقيقة والكرامة كان معناها حاجة فيها مفتعلة لعلاقة هذه كما نقول لك دونك السي منصف المرزوقي عنده علاقة مع المعارضة السورية دكوردو اي عنده علاقه مع المعارضه السوريه ودايوغ يظل لي انا كان مثبته شويه في هيئه الحقيقه والكرامه وماذا بيا يزيدوا ثبتوا النيابه العموميه يظل لي عندنا شكون موظفين في هيئه الحقيقه والكرامه من المعارضه السوريه موجودين هنا في تونس دعوه للنيابه العموميه باش تفتح تحقيق في الشيء هذا وتتاكد منه خاطر مش لعب معناها بون نعرفوا احنا لاجندا وتكلمنا على لاجندا نتاع مدام حقوقي ما بين قوسين وحكينا قبل معناها على الصفحه 116 من كتاب بول بريمر معناها نعاودوا نفكروا بها مثالش اللي هو يقول كانت الى جانبي يوم دخوله بغداد وقتها كانت الى جانبي الحقوقيه التونسيه سهام بن صدرين وقالت لي باللغه الفرنسيه اعتقد انكم اخطاتم سيد بريمر فبدل فتح تونس ابتداتم بفتح العراق
وهذا معناه يطرح برشا أسئلة، معناها ما سر علاقة السيدة سهام بن ستريم بدوائر الاستخبارات الأمريكية والعالمية اللي هي توا رئيسة هيئة حقيقة والكرامة، معناها حتى الاسم متاع الهيئة حقيقة وكرامة. دونك 600 ألف دينار كلفة أكل تذاكر هيئة الحقيقة والكرامة، هذا على لسان سي زهير مخلوف اللي كان بحثنا، اللي كان ضيفنا مصطفى في حلقات سابقة وعطى تصريحات خطيرة وقال إنها سلمت للمرزوقي أخطر ملف في تاريخ تونس في قرص صلب. هذا تصريح على لسان سي زهير مخلوف مش من عنا. دونك دعوة للنيابة العمومية إنها تفتح تحقيق في سر العلاقة هذه كما كنت تحكي فاطمة، في سر العلاقة اللي تربط الرئيس المؤقت السابق برئيس هيئة الحقيقة والكرامة. تحب نزيدكم ولا زيد؟ بيان سور زيد. الحقيقة دونك أنا بعد ما نحاول مثلا النيابة العمومية تفتح تحقيق، علاش نقول هكا؟ خاطر اللي شفته معناها من معطيات اللي جمعناها واللي من عند اللي تيموانياج من الناس اللي اتصلت بيا، خاطر كعضو في لجنة التصفير يجيوك ناس دي تيموانياج قبل ما توصل للجنة أصلا، يجيوك ناس يعطيوك معطيات يعطيوك كذا، وأنت معناها تعمل الغربال بشنو اللي يمشي تستمع فيه اللجنة وشنو ما الحاجات. أما لكن فما برشا معطيات ماذا بيه واحد يحقق فيهم. مثال مثلا نعطيك، فما شكون جاء قال لي مدام راهو السيد منصف المرزوقي منذ خذاء الحكم راهو اعتبر الملف السوري هو الملف الأولوي، معنى الأولوية هي سوريا قبل تونس. دونك هو مؤتمر سوريا بالنسبة لي له هو حاجة إنجاز وطني كبير ياسر يزمو يتعمل على ميهموش شنو اللي تلفي متاعو على تونس، كيفاش مش تقتعد العلاقات الدبلوماسية كيفاش كذا. دونك هو بحكمه اللي كونوا كانوا في الخارج وكانت عنده علاقة وطيدة مع المعارضة السورية، دونك كان بالنسبة لي له الملف هذايا هو ملف الأولوية. هوني شنو نقصد؟ نورمالمون رئاسة الجمهورية هي تكون الراعية الأولى للأمن الوطني ولمصالح تونس، كي تولي هي هاي راعية لمصالح منطقة أخرى ولا بلد معارضة متاع بلد أجنبي، معناها تولي هونية معناها عبارة بين قوسين على خيانة وطن. كيف هو عمل لنا حتى مشكلة دبلوماسية مع مصر وقتها، شو مدخلنا نحن في اختيار الشعب المصري؟ هو اختار الشخص المناسب للقضاء على حركة الإخوان المسلمين من جذورها واجتثاثها والقضاء على الإرهاب في مصر، احنا شو مدخلنا في قرار الشعب المصري؟ معناها عمل لنا مشكلة دبلوماسية حتى مع مصر وقتها. هو راهو أي واحد يعمل معناه يخطئ في حق البلاد هذه نورمالمون يتحاسب، وهذه المشكلة احنا ما فماش الى حد الان محاسبة. علاش ما فماش فولونتي بوليتيك؟ علاش ما فماش محاسبة؟ على خاطر احنا توجدنا في نظام اللي هو معناها نظام سياسي معقد واللي هو يحط منك معناها معناتها فما برشا اطراف تكون موجودة بخلاف اللي النظام السياسي هذا، فما حاجة اخرين تو نحكيوا فيها. دونك انا نحب النقطة الاولى كما قلت لك العلاقة ما بين المعارضة السورية ورئاسة الجمهورية، ورئاسة الجمهورية وسهام بن سدرين وقتها في ذاك الوقت يزنك باش تشوفوا معناه فهمت. وقت جبت على سهام بن سدرين انا نحب نحكي توا شوية ما قلتوش قبل، ما نحب نقول حاجة انا راني مانيش ضد العدالة، راني نحب الناس الكل تتحاسب وكذا، اما انا نحب نفهم حاجة اش معناها عدالة وش معناها عدالة انتقالية. ياخي فما عدالة درجة نمر واحد وعدالة درجة نمر اثنين. المرحوم منصف بن سالم اللي من حركة النهضة القضاء أعطاه حقه قبل الثورة، معناها هو تظلم من عند بن علي ومن عند بورقيبة والقضاء أعطاه حقه قبل الثورة ومشى للقضاء العادي، ممشيش القضاء الهيئة الحقيقة والكرامة. معناها المواطنين الدرجة الأولى يمشوا للقضاء العادي والمواطنين القواعد متاع حركة النهضة والأخرين وكل شيء يمشوا للدرجة الثانية، يمشوا للعدالة انتقالية، وبعد ما العدالة انتقالية كان رضات عليهم تو تعديهم للقضاء، ما رضاتش عليهم وكما سكتتهم بالحكاية. بالله نقطة زيدا نذكروا بها فاطمة، مدام سهام بن سدرين احنا بطبيعة منش ضد العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان وغيره، نتفكروا انها قالت لنا باش تهتم بالفترة ما بين 55 و2013. للأسف ما ريتش مثلا ضحايا من الفرق، ما ريتش مثلا ضحايا باب سويقة متاع الحرقان، ما ريتش حتى من هو من قريب تو 2013 مثلا ضحايا الرش، الناس اللي تنخرت بالرش. معناها يمكن هذوما عند هيئة الحقيقة والكرامة ما همش حقيقة،
وما عندهمش كرامة يمكن تخلي هيئة الحقيقة والكرامة تهتم بيهم. لا انا اللي مش على هذه كهو معناها كيما قلت لك انا الاختيارات نتاعها السياسيه معناها تعمل في السياسه في وسط هيئه اللي هي نورمالمون تكون هيئه معناها محايده وتختار. عش قلت لك ان فما مواطنين درجه اولى فما مواطنين درجه ثانيه. القضاء نتاعنا تو احنا من ناحيه نحميوه في الدستور نحبوا قضاء مستقل وعملنا له الاليات الكل اللي باش يكون القضاء معناها سد منيع ضد كل ما هو حاجه اسمها فساد وارهاب وغير. ومن ناحية أخرى نعملوا شبه عدالة اللي هي تسمى عدالة انتقالية خاطر مش اللي هي مش تنظر وبعد مش تعدي للقضاء معناها قش عليه واحد معناها انترميديير معناها علاش انت ما عندكش ثقة في قضاء من ناحية انت عندك ثقة في قضاء ومن ناحية تعملهم مع عدالة شبه معناها تختار شنو اللي تحب تحطه وشنو ما تحطش هذه معناها جوست معناها فاصل نحب نقوله وكهو خاطر برشا ناس مساكن مغلطينهم فما مواطنين مغلطينهم كان مشاو للقضاء ديريكت خذوا معناها حقوقهم اما توا قعدوا في تجاذبات سياسيه نتاع رئيس الهيئه ونتاع غيرها. انا الحقيقه حبيت جوست نعطيها فاصل باه نكملوا توا في هذاك الوقت وقت مشحون واللي كيما قلت لك اول واحد معناها رئيس جمهوريه اللي هو ماما يحمي الامن التونسي ويكون مصالح كذا يكون عنده اجندة اخرين في ذاك الوقت يتم معناها تعيينات اللي هما ناس اللي هما فيهم معناها بين ظفرين شبهات متاع تفجيرات ومتاع غير وكل شيء معناها خطر. انا اللي بالنسبه لي اللي فجر معناها مع انا وجودي هوني معناها الحقيقه انتم تعرفوا اكثر حاجه وقتها كتفجيرات النزول وكل شيء اسكو الحقيقه هو اللي فجر قام رقد وقام ومشى فجر ولا اخذ معناها اوردر هالناس اللي شكون نزل على الفلسه سور معناها اللي خذا من عندهم اوردر هذوكم ولا وزراء في وقت الترويكا فهمت معناها انا نشوف فما حاجه يقولوها الناس قبل يقولك من شب على شيء شب عليه نجمش يتصلح واحد ارهابي معناها ولا واحد يمن بالدم ثقافه الدم وتقوله توا معناها مش تولي انت تخدم معناها كمدني ومعناها لازمك تحترم الراي والراي المخالف وكل شيء ما تنجمش معناها ما يتصلحش فيسا انتوكا مش من السجن يجم يتصلح يولي معناها النوع هذايا فهمت إذيك علاش معناتها انا نقول في وقت الترويكا كانت فما تعيينات حسب الولاءات مش على حسب الكفاءة اللي كملت حطت البلاد في أزمة. شوف هي فاطمة نقص عليك هي الوزارات وقتها وزارات السيادة تعطات بقدر سنوات السجن المقضاة معناها رئيس حكومة يزمو 18 عام سجن وزير الداخلية يزمو 16 كهو 15 كهو معناها تفكروا هذا ما لا يخفى على التونسيين الكل معناها اي ان هذيك علاش قلت انا نحب نشوف شكون عطاه الاوردر متاع التفجيرات متاع سوسة ومتاع عملية الفرق وكل باش نعرف انا معناتها اسكو اللي عطاه الاوردر خذا حقه ولا ما خذاش حقه بالنسبه للتعيينات دونك فيك الوقت تعيينات مشبوهه مثال نعطيك مثال في نقابه الامن الجمهوري وقت جيت تحكيت في لجنه التسفير جبدت كونه مثلا وزير الخارجيه رفيق بوشليكه كان عنده تورط معناها تنجم تقول بين ظفرين في عمليه التسفير كيفاش قالت اللي كونه معناها فما المسؤول على قتل السفير في ليبيا قتل السفير الأمريكي في ليبيا المسؤول هذايا المتهم الرئيسي قبضوا عليه في تركيا كي قبضوا عليه في تركيا وهو تونسي السيد هذايا الإرهابي كي قبضوا عليه في تركيا قامت وزارة الخارجية بالاتصال بالسلطات التركية وقالت هات اعطيونا الارهابي هذايا باش نقاضيوه في تونس به دونك مشيت لجنة من وزارة الخارجية اللي هي معناها على رأسها سي عبد بوشليكا سي رفيق بوشليكا ومشيت لتركيا باش جابت الارهابي على اساس باش تقاضيه لكن الارهابي هذا ما تمش المقاضاة نتاعو بل بالعكس هز معه شباب ورجع لتركيا او به معناها هونية معناها اللي قالته نقابة الامن الجمهوري مخطر برشا
تورط وزارة الخارجية في شبكات التسفير، أعطتهم لجنة كاملة ورجلت لهم أمورهم وخرجتهم. تفكروا فاطمة زيدا كيف كيف يومي ورشات العمل متاع المركز الدولي، كان فما شكون من نقابات الأمن الجمهوري اللي عمل إكسبوزي وشفنا تصاور خطيرة جدا ومحادثات قال يمتلكها تمتلكها النقابة، دونك إن شاء الله تخرج في القريب العاجل، فيها أشخاص معناها بشكل مباشر داعمة للإرهابيين وداعمة للتسفير، وكانت هي سبب في تسفير شباب تونسي لبؤر التوتر في الوقت ذاك. شفنا حتى صور في المطار في القاعة الفي اي بي متاع مطار تونس قرطاج، كنت خللها شفنا شخصيات معناها يسو في باش تخرج تصاور هذيك هو معناها لا مش حكاية تصاور كهو، مش كي حكاية تصاور كهو، هو عندنا فيديوهات وعندنا تصاور وعندنا وثائق وعندنا كل شيء. هي تنفركوها الرمانة متاع التسفير كيفاش صارت. مش انا بالنسبة لي راهو مش الراجل اللي خرج هو المسؤول، راهو فما وراه معناتها مسؤوليه سياسيه كبيره ياسر. انا قلت لك اذا كان الراس الاول اللي هو منصف المرزوقي كان يمن بحاجه اسمها سوريا مش تونس، يمن بسوريا اللي هي يزمك معناها يزم يتيح بشار الأسد ويزم كذا ويزم معارضة سورية تنجح وإلى آخره. شوية تاحوا هم الكل اللي كانوا مؤمنين بشيء ذا وقعد بشار الأسد. دونك اتخيل أنت إذا كان رأس الدولة فهمت مع التسفير والجهاد في سوريا، تلقى عندك أعضاء مجلس نواب كيما الحبيب اللوز وقتها والتصريحات اللي عملهم في الإعلام في وقتها اللي كونه هو معناها كان جاي صغير يحب كذا، فما من يسيرش هو كان ينجم يبعث ولاده مثلا، حتى هو فاته الفوت ما عندوش ولاد، نتصور عنده ولاد ولاد خوه معناها إذا كان مؤمن بال شوف هو راهو اللي حبيت فسر لك معناتها هما ما تشوفهمش أنت ولادهم يبعثوهم ولا حاجة، لكن هما ينظروا معناتها هما فما ثلاثة أجزاء، فما جزء التنظير السياسي والدعوي اللي هو يوفر الأرضية متاع كما يقولوا دعوة الناس للجهاد وغيره، وفما البارتي الثانية اللي هي كيفاش يتم دعم الشبكات هذوما ماليا وغطاء سياسي، وفما البارتي الثالثة التنفيذ اللي تقوم بها الجمعيات واللي يقوم بها زادة المهربين والجمعيات هما الإطار التنفيذي للعمليات هذوما. دونك البارتي الأولانية اللي هي معناها توفير الأرضية هي تجي من عند الدعاة ولا حتى من عند سياسيين كما قلت لك مجلس النواب واحد عضو مجلس النواب يحكي هكايا مشي وجهدوا، والاخر البحيري كما قلت انا في التلفزه في باش نسالك ديجا على الموضوع نتاع وزير سابق بون تفكرش اسمه بالكامل قد بقدر ما تفكر تصريح من التصريحات نتاعه، ولا قعدت في مخيلتي اذا كان عندكم 10,000 امني عندنا 100,000 انتحاري تقريب الشخص هذا هو اللي رد على شوف نور الدين البحيري عندنا وثيقه تثبت اللي كونه هو معناها على الاقل عمل وثيقه صحح فيها مضى اللي هو يطلب من وزاره العدل من الناس اللي هما لهين قايمين على السجون مديري السجون باش يوفروا ولا يعاونوا دخول الداعيه ولا بليتو نقول بشير بن حسن الشيخ بشير بن حسن الى السجون وما يقلقوهش ما يقلقهمش معناها علاش قالك هذيا باش يمشي يلتقي بالمساجين كوم كوا باش يهفتهم ولا الله اعلم شني، لكن انا نشوف اللي هي مش حكايه تهفيت معناها هذيا ظاهره عيني عينك هي متاع دمغ جا في وسط السجون وتحمل مسؤوليتها اول ممضي اللي هو سيد وزير العدل نور الدين بحيري. دونك هذوما الارضيه اللي صارت فيها معناها نحب نفهم التوانسه اللي كونوا احنا بعد ما عملنا ثوره وقلنا باش تصلح البلاد وكل شيء، فما ناس جات لتونس تخدم في اجندات اجنبيه جماعه لسوريا وجماعه اللي معناها مع كل احترامي الاخوان المسلمين فرع تونس اللي هي حركه النهضه كانت تامن بالامه الاسلاميه ما تامنش بالوطن قد ما تامن بالامه الاسلاميه. والامه الاسلاميه راهو الشام بالنسبه لي لهم عرسه من العرس، دونك يلزمها الشام تكون موجوده الامه تكون موجوده في وسط تحت السيطره، دونك ماهيش صعيبه باش انت تنسق مع المرزوقي على الشام، معناها اذا كان عندك انت الارضيه الفكريه والسياسيه والدينيه نجم تنسق. هذه هي البارتي الاولانيه نتاع نقفوا هنا شويه نرجعوا مع مدام بدره قالول. مدام بدره مرحبا. مرحبا. مدام بدر خليني نسألك زوز أسئلة. علاش الهيكا قاطعت الندوة الصحفية يوم 27 أفريل؟ هذه الأولى، خاصة أنه الملف اللي خدمتوا عليه هو ملف في غاية الأهمية وموضوع معناها حديث للتونسيين الكل التو به، وهذا سؤال الأول تفضل كان تنجم تجاوبني. بالنسبة
السؤال الأول يعني احنا ما نعرفوش عليها علاش وشنية مبرراتها. المهم ان كان عندها مبرر وحيد، قالت انه يمكن تشويش، لانها يمكن بالنسبة لها فما احتمالات، وكانت وانت كنت حاضر يا عبدالله انه كانت الورشة مغلقة، يعني ما فيهاش معناه ما فيهاش ناس خرجت وحكيت على مخرجات ومخرجات وتوصيات ما كانتش مكتوبة من قبل يعني، واحنا اللي خدمناها في قلاص معناه، فهمت؟ ما فهمش علاش انها تقول يمكن انه يتم عملية تشويش على العملية الانتخابية، مع ان مركز دراسات وبحوث، مع ان حتى ايديولوجيا، ما احناش سياسيين، ما عندناش احزاب. معناها هذه دفع على الحساب حتى اقرا الكتاب، ما نعرفش المخرجات نتاعكم اما نقاطع الندوة الصحفية. ولا انقاطع، وفما ضغط على الاعلام باش المؤتمر ما يتمش وما تمش تخطيطه، لكن الحمد لله يعني فما تغطية، فما برشا اعلاميين جاوا وتحدوهم بطبيعة الحال، لانهم يعرفوا فما اعلاميين احرار وشرفاء راهم عارفين انه الهيكا معناها مسكينة مغلوبة على امرها وتحت قيادات معينة اللي هما في حد ذاتهم هما خافوا وعرفوا انه اللي جاوا واللي حكاوا كلهم يعني خبراء وما عندهم حتى ايديولوجيا، ومش توين سبركة يعني مالي، دول اجنبي، تشاد، مغرب، الجزائر، ليبيا، مصر. يعني كلهم يزوم يكونوا كذابين قدام الجماعة هذه اللي هي توا قال شنية تعمل في حملة انتخابية وعندها قواعدها اللي هي ماشية معها. هذيك مشكلتهم، احنا ما دخلناش في الانتخابات اصلا وما عندناش حتى تفكير في الانتخابات وفي الحملات اللي قاعدين يقوموا بها من اجل التمكن والتغلغل داخل السلطه والتمكن من تونس. انت شفت ان الخطابات المرشد الاعلى نتاعهم وقت اللي هو يدور من البلاد لبلاد من ويحكي على التمكن، وانها الخطوه هذه اللي باش تخلينا نتمكنوا من البلاد وما عادش حد يزحزحنا، وديما يجبت في النموذج التركي. يعني ناس مرضى بالسلطه. اليوم نحب نقول للشعب التونسي معناها ونحب نبلغ مساج يا جماعه، راهم الجماعه هذه اللي كانت تحكي لك على انهم هم مناضلين، راهم ما همش مناضلين، راهم ناس كانت تتصارع ما بينهم وبين علي على السلطة وعلى البقاء وشكون يتمكن من السلطة. يعني ما كانتش لا تجيب لك لا في الإسلام، هم تجار الدين والإسلام وما إلى ذلك، يعني ما عنده حتى معنى. وانتمائهم ليس للوطن، وانتمائهم ليس للشعب التونسي. الشعب التونسي بالنسبة ليهم هم يعني قاعدة انتخابية لا أكثر ولا أقل، أو قواعد يحركوها وقت اللي يحبوا هم. كذلك يعني فما واحد قيادي ما نحبش نذكر حتى اسمه، يعني هو يهدد السيدة فاطمة المسدي. السيدة فاطمة المسدي أشرف منه بكثير وأبعد عليه برشا وأجرأ منه، هو مش والشيء من موقته لا يستغرب. نذكر أنه هو في يوم من الأيام هدد التونس وقال، هدد الجيش التونسي وقال له إذا كان أنتم 50,000 أنا عنا 150,000 نجم نطلعون كل الشوارع. هدد السيد لطفي إبراهيم سيد وزير الداخلية كذلك، ويتحدى وفي كل مرة ينزل ويحركوا الميليشيات الفيسبوكية نتاعهم ويحركوا ميليشياتهم. معقول اللي قاعد يصير في تونس، تونس الحداثة، تونس التقدم، تونس بورقيبة، تونس يعني أميرة البلدان العربية، اليوم يتمكنوا منها مجموعة من الجرذان؟ هل يعقل هذا؟ هل يعقل أنه يعني أبناء تونس تصفر وتصبح تونس يعني يتكلمون؟ أنا مؤخرا قلت أرجوكم هؤلاء ليسوا تونسيين، من ذهب ليبحث عن البديل بأن تونس ليست وطنها ويبحث عن الخلافة وما إلى ذلك فهو ليس تونسي. يعني كيفاش تجيوا تنسبوهم لي نحن؟ ما همش متاعنا، ما همش أبنائنا، يمشوا يلوجوا على, 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 على جنسية ضمهم. معقول انه فما 8000 تونسي، قرابة 8000 تونسي يمشيوا البؤر التوتر ويحكيوا عليهم انهم حالات شخصية؟ شكون يجد؟ دكتورة خليك معنا موجز دقيقة، موجز الاخبار ثم نعود للحديث. اوكي ريبتا فين حاجة اخرى.
مرحبا، انتم تسمعوا ريباتا فام على 101.5 106.9 اف ام. تسمعونا في القروان، نابل، سوسه، المهديه والمستير، والا على www.ribatafam.tn. تحاليل، اخبار ومواكبات حصريه من قلب الحدث، بلاتوات سياسيه، رياضيه واجتماعيه. وما تنساوش الجو والترفيه مع الالعاب والمسابقات. وعيش الموسيقى على ريباتا فام. زهر البنفسج، بتونس بيك، التسعينات، ذا ميكس، إربوغ، ليزيفيرنيل. ريباتا فام حاجة أخرى. الويكاند على ريباتا فام حاجة أخرى. أخبار المشاهير، الأفلام، الفن، الموسيقى، الكلوب، ليزيفينمون، أراءكم ومواضيعتهمكم في ريبات ماي. سيبني خلنا فرحان. ريبات ماك كل نهار سبت من 10 نص نهار معايا إن يسرى الرحماني على ريبات اف ام. ريبات اف ام اكسي دو فيتيس. بعد المرحومة وردة الجزائرية وجميل الترب العربي، نعود من جديد للحديث عن لمواصلة الحديث عن تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر وعودتهم، ونرجع نستقبل معنا من جديد دكتورة بدرة قعلول على الهاتف. مرحبا مدام بدرة. مرحبا بكم. نرجع نحكي طبعا على تحركاتكم مدام بدرة كمركز دولي لدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية مستقبلا، يعني المركز هذايا بعد المؤتمر اللي تعمله والمخرجات متاعه اللي تقريبا معناها أتت على كل النقاط وعلى جميع الجوانب وكانت موجهة بشكل مباشر لكل مسؤول وسياسي باش يفتح الملف هذا، والنيابة العمومية زادة باش تتحرك وتحاسب كل المواطنين. شنو الخطوات التالية؟ يعني احنا كما قلنا انه في بياننا الأول كسرنا يعني حاجز الصمت وتقدمنا وسنتقدم بطبيعة الحال بالعديد من الأعمال من أجل كشف الحقائق وتسمية الأسماء بمسمياتها. كذلك التوعية للشباب، لأنه اليوم يعني يجب أن نأخذ على عاتقنا شيء مهم جدا اسمه التوعية. التوعية للشباب والتوعية لكل الناشطين على مستوى تونس وعلى مستوى العالم العربي، لأنه هذه الظاهرة أصبحت يعني كارثة. هي صناعة الإرهاب، هي صناعة لتجار السلاح لدول بعينها وكذلك لمجموعات، يعني من أجل ترهيب المجتمعات ومن أجل التمكن داخل مفاصل الدول. فالحياد على، وهي المشكلة فين، إنه كل بلد أصبح يحيد عن المنهج اللي يلزمه يمشي فيه، واللي هو التنوير، التعليم، التشغيل، الثقافة، يعني التقدم. ولينا رجعنا التالي وقعدنا نحكي على حزب سياسي، ديني، تجارة دين، إرهاب، قضايا عادلة، وتكاثرت وتراكمت المشاكل. ناخذ تونس، تونس مشاكلها هل انه الصلاه تجي مقوسه شويه ولا ماشيه شويه، ولا نستنى انا كيفاش المفاتي والمشعوذين يعني باش يطلعونا فتاوى. لا، مشكله الشاب التونسي هو انه هو يحب يعيش عيش كريم. مشكله الشعب التونسي انه هو يقدر على العيش، يعني وانت تشوف 10,000 ولات كانها دينار. المشاكل الاقتصادية، مشاكل سياسية، يعني تفرجوا على حملة انتخابية معناها واحد يخجل منها انها هي في تونس الحملة الانتخابية من نوع هكا. شو اللي عنا وفيه في المساجد؟ علاش متقلقين؟ هي وفيه في المساجد، لا واكثر يزيد يقول معناها بكل يعني قلة حياة، انهم هم بعد وزارة الداخلية الحزب الوحيد اللي جاب الكمبيوتر كان سمعتوش. يعني افهم انت، هو من وقتاش دخلت انت لتونس باش تحكي على انك انت اللي جبت الاورديناتور والكمبيوتر لتونس؟ يعني شوف الكذب يا اخيرا. هو الشعب التونسي ليس بالشعب الساذج، يعني ما شبيك تخاطب في السذاجة او انك انت باش تطمع الطبقة الانتهازية. الطبقة الانتهازية اللي انت تشتغل بها هي في يوم من الايام كانت تنتمي الى حزب اخر، وهي مع الواقف
معناها مع الواقف يوم انهم هما يشتموا رائحه انك انت ضعفت يخليوك ويقدموا ويتعداو. يعني احنا ما حشناش بشعب كيما هكا، نحبوا على شعب واعي، نحبوا ننوروا العقول، نحبوا لا بريفونسيون، نحبوا الوقايه، نحبوا تتبع كذلك العداله. يلزم اللي ما تورط في القتل وانه هو سافر ليقتل ناس اخرين ويرجع، شنو هي اقامه جبريه يا ناس؟ راهو مش معقول. او انه يوضع في السجن، او انه الى اليوم لم يحاكم، لا يلزم يحاكم وتطبق عليه يعني الاعدام. اذا كان تطبق في تونس اعدام واثنين وعشرة وعشرين، اتتشوف الكلها تردع. مش قال ماشي لسوريا باش يقاتل وباش ياخذ معناها يدبر راسه، وكانه قال واحد شاب من الشباب معناها التقيت به يقول لي انا عندي حلين في حياتي مدام، عندي حل الحرقه لاوروبا او الحرقه لداعش، وهذا خطير جدا. مش معناها وكانه هو سيعيد معناها يمشي باش يدبر شويه فلوس ويرجع. هذه طبقة انتهازية جدا، مش كما يحكي وتشفيف المنابع الدينية وما إلى ذلك، لا. نحن لا نحتاج إلى مفاتي وإلى أئمة، نحن نحتاج إلى تنوير العقول، إلى تهذيبها، إلى أشياء هامة جدا يجب أن نمشي فيها. يعني راهو كي تنور العقل، كي تكون عقل يعرف يفكر، يعرف يوزن. الدين هو بطبيعته الإنسان متدين، ودين باش يمشي له، ونحن مسلمين يعني ما عندناش حتى النزاع الديني في البلدان الاخرى. ما عندناش احنا ماناش دوله طائفيه، ما عندناش مشاكل هذه، صحيح ما عندناش المشاكل هذه. معناها شنو اللي قام قعد اليوم نجيب في حزب ديني ضربه تخلي خاف ربي، ومن بعد شويه قال دين الاسلام الديمقراطي، معناها هو من المضحكات الاسلام الديمقراطي، ثم يطلع طلعه اخرى يلبس الكرافات ويستعد ل 2019، يطلع طلعة أخرى ويقول لك لو يفكر مجنون، جنرال مجنون. هل يعقل لإنسان سياسي يتكلم عن جنرال مجنون؟ يعني مؤسسة العسكرية التونسية تخرج في جنرالات المجنونين، تخيل هو اللي بعقله وجماعة مجنونين. ما هذا معناها؟ كيف تخاطب السذاجة؟ كيف أنت يعني شوف الفرق الكبير لما يتكلم بورقيبة يخاطب العقل، يخاطب الند للند. الإنسان اللي هو متكون واللي هو فعلا إنسان يخاطب الند للند، لا يخاطب السذاجة. أما الإنسان الفارغ فهو يخاطب السذاجة لأنه ينظر إلى نفسه من منطلقاته، كل إنسان يحكي من منطلقاته. هذا من ناحية. نرجع إلى التسفير وإلى شبكات التسفير وإلى رؤوس التسفير. يا أخي إلى يوم الناس هذا معناها فما ملفات كأنهم دي تابو ولاو ما يتجبدوش، ما يزمكش تحكي عليهم. وكي تحكي عليهم برشا ناس كلموني يقولوا لي راك باش تدخل الى عش الدبابير. اش معناها عش الدبابير؟ اش معناها؟ او عش الافاعي؟ اش معناها؟ يعني احنا واعين ونحن خايفين. اذا يعني انا المواطن العادي ما لومش عليه، لكن كطبقه مثقفه، كطبقه عندها مسؤوليه في المجتمع هذا، كطبقه سياسيه، كقضاة، كمحامين، كيفاش تقول انك انت لا يا خويا اختار راسي واضرب وانا اشوف شكري بالعيد وشوف الحاج البراهمي الشهيدين. يعني فاحنا ما نحبوش نخسروا حياتنا. يعني ابائنا اجدادنا يخرجوا الاستعمار ويفقدوا حياتهم من اجل احنا باش نعيشوا اليوم. ابائنا يبنيوا الدوله الوطنيه باش احنا نعيشوا اليوم، واحنا اليوم نكونوا جبناء ونخبيوا رؤوسنا مع كمشه يعني ناس ما عندها من الوطنية إلا الاسم. ناس كانت خارج تونس، ماهيش عايشة في تونس، تسمع على تونس، وبعد جات وتقلدت المناصب. ولما تقلدت المناصب أكثر من 8000 شاب تونسي يغادر إلى بؤر التوتر. تكسر تجارة السلاح وتجارة البشر، لا تخدي بيرسون، تكسر الأزمات، الصراع، الشعب التونسي يتقسم، المسلم وغير مسلم، السب والشتيمة، كم الحقد يخرج بكله. معناها تشوف هذا كلهم، هذا سيسون دي فينومين سوسيو، معناها باهي دكتورة، يعني ظواهر اجتماعية يجب حلها. يجب ان احنا نتعايش. وقت اللي جاوا والشعب التونسي انتخبهم على اساس انهم يخافوا ربي، لانهم صوروا اكل الغول متاع الفساد. اذا بينا اليوم الغول اللي كنا نحكيه عليه متاع الفساد ظهر مسكين قطوف،
فهمت؟ والغول الحقيقي اليوم احنا نعيشوا فيه نعيشوا فيه فساد، قمة الفساد. وحتى رئيس الحكومة أعلن على مكافحة الفساد والفساد، وعملنا هيئة مكافحة الفساد والفساد والفساد، وعلاقة الإرهابي بالمهرب بالسياسي. يعني هالتريو هذا خطير جدا، عندما يصبح هناك علاقة ما بين الإرهابي والمهرب والسياسي خطير جدا. كيفاش إنه فما شبكات عالمية، وكيفاش إنه فما بلدان متورطة جدا. يعني مثلا أنا أسأل سؤال بريء جدا، ملف الملحق العسكري القطري اللي جاب الفلوس إلى جمعيات، ومنها تحولت الفلوس هذيك إلى شبكات التسفير، وين وصلنا بها؟ وين وصل التحقيق؟ وش قاعدين نعملوا؟ وانتروغاسيون كبيرة برشا. وعلاش هالملف هذا كل مرة يتفتح شوية ويعاود يتسكر؟ لأنه فما شكون يحركوا من أجل معناها فضح الأشياء، لكن يعاود يتسكر. القضاء وين وصل مع ملفات خطيرة جدا مع 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 اللي كانوا في سوريا ورجعوا؟ راهو يا ناس هما الأخطر اللي كانوا في سوريا ورجعوا، رجعوا متدربين بروفيسيونيل، شهدوا الأرض، شهدوا الميدان، شهدوا السلاح، الاختباء وما إلى ذلك. ثم هم انتموا إلى تنظيم مافيوزي عالمي، وتعرفوا اللي تاريخيا وفي اللي يفهم شوية يعرف إنه التنظيم المافيوزي اللي ينتمي له لا يمكن أن يخرج منه إلا في حالتين، حالة الوفاة والموت أو حالة أداء مهام. واضح دكتورة. النايبة ضيفتنا النايبة فاطمة مسجد تحب تتفاعل معك، تفضل فاطمة. بربي دكتورة، أنا معناتها حبيت نسأل، أنتم كمركز دراسات استراتيجية وأمنية، وتعرفوا اللي يكونوا معناها فما ملفات خطيرة كما تحكي أنت دي تابو، اللي هما ملفات الأمن الموازي، هل عندكم فكرة في المركز هذية على الملف هذية؟ وعندكم شي قائمة ولا أسماء اللي هي تثبت التورط متاع الأمنين هذوما؟ عندكم شي معطيات باش تفيدوا بها؟ خاطر معناها المركز اللي عنده معطيات كيف انهكية ينجم يكون معناتها، خاطر توا ديما في الوضعية السياسية ديما يقولوا تحكيوا على حاجات اللي ما عندهمش سند ولا معطيات حقيقية. أنا كان نايبة معناها وسمعنا نقابة الأمن الجمهوري، وكنا مع بعضنا في المؤتمر سمعنا على الأمن الموازي، هل أنتم في مركز الدراسات نتاعكم الاستراتيجية الأمنية تدعمون معناها المعطيات هذه؟ هل عندكم معطيات أخرى من عش تنجمش تعاوننا في الحكاية؟ شوف، بالنسبة للأمن الموازي أو الموالي، هو 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 تسميتين، معناها أمن موازي يعني إنه فيها كأني مش نحكي على ميليشيا مساندة للأمن، لكن اللي هو في في في, في فما اللي هما الحركة متاع حماية الثورة، هذيك الموازي تعتبر الموازي باش نفهموا الناس شنيه. أما الموالي فهو اللي هو داخل وزارة الداخلية وموالي للنهضة وحركة النهضة، ويخرج لها في في المعطيات وفي الدوسيات، وخاصة في فترة علي العرايس. هذوما الاثنين بطبيعة الحال برشا ناس عندهم كل المعطيات، وناس كل عندها المعطيات اللي هما مختصين في الموضوع هذا. يعني اللي الأمن الموازي اللي هما جماعة اللي تكونت البرة وتخدم مباشرة مع الجماعة الموالية اللي هي داخل وزارة الداخلية. به، هل هذوما جماعة هذوما دكتورة بدرة مازالوا معناتها إليكزيرس أنكور في وزارة صلب وزارة الداخلية ولا تنحاو؟ يعني السيد وزير الداخلية عم في عملية تمشيط باهية برشا وحلوة برشا في الوزارة، ثم إنه الأمن التونسي هو أمن جمهوري يعني، وفما محاولات لتنظيف للتنظيف. واضح واضح به. احنا عنا ثقة بالطبع في المؤسسة الأمنية متاعنا وفي سيد وزير الداخلية، لأنه حسب ما يؤكده وزير الداخلية والمسؤولين الأمنيين رفيعي المستوى، أنه الأمن سيبقى غير مضمون بالنسبة للجماعة هذوم. معناه مش بشي ولي مضمون لا الأمن التونسي ولا الجيش التونسي. هو المشكل موش في الأمن بقد ما هو مشكل اللي هو في سيستم كامل. مش نعطيك مثال، فما السيد وزير السابق بن جدو، لطفي بن جدو، وقتها جه مكتوب رسمي من وزارة الداخلية، وبعث مكتوب رسمي من وزارة الداخلية لرئاسة الحكومة سنة 2014،
وقت كان رئيس الحكومة سي علي العريض. المكتوب الرسمي فيه يقول اللي معناها وهو سي علي العريض يقول المكتوب هذا ما وصلنيش, راهو ينكر اللي كونه ما وصلش رغم اللي هو فما معناها وثيقة تدل اللي جات مكتوب رسمي. يقول اللي كونه احنا قبضنا على 439 إرهابي وال 439 إرهابي هذوما تشدوا وتسيبوا في القضاء بيسير مجموعات مش كل على بعضهم لكن كل مرة مجموعة تخرج, معناها القضاء يقول هذوما مش إرهابيين, معناها السيستيم معناها وقتها حتى بنجدوا قال كيفاش معناتها احنا نشدوا والقضاء يصيب. السيستيم اللي انا نحكي عليه معناها كيما قلت صحيح فما امن يغطي, امن يعطي في باسبورات جوازات السفر مزيفة, امن يغطي عمليات التسفير اللي موجودة في المطار, امن ما يتكلمش على حاجات من نوع هذوما, معناها ديما فما امنين اللي يخدموا مواليين لهالناس هذوما اللي هما قايمين بالتسفير. لكن زادة فما بعض القضاة اللي بين قوسين المشبوهين اليوم يقوموا زادة بعملية تبييض, إذا كان انت إرهابي يتشد ويخرج من بعد معناها يقول ما فما حد شيء. سمحنا الإرهابي أنا مسترش نحب نسأل ما فهمش يسر في القضاء, لكن إرهابي وقت يعمل جريمة ويقتل ولا يفجر يلزم يجيب زوز الشهود اللي هو عمل في الجريمة ولا كيفاش معناتها, نحب نفهم معناها كيفاش يتم التعاطي في القضايا هذه. علاش نقول هذايا خاطر القضاء هذايا احنا لازم القضاء معناها سبيسياليتي إرهاب, مش أي واحد ينجم يدرس ملفات من نوع هذايا. ويمكن أنا نقول نزه القضاء يمكن على خاطر هما ما مش سبيسياليتي في العملية الإرهابية يشوفوا لدوسي كيقوش عليه متهم عادي ويتم الإفراج عليه كأيها الناس. انا علاش نقول هذايا خاطر التو المسؤولية مشتركة. اليوم انا نقول هذية واحنا غدوة الحي قادمين على مرحلة انتخابية جديدة ولا محطة انتخابية جديدة اللي يلزم الناس تفهم اللي كونوا فما محاسبة كانت يلزمها تتعمل للناس اللي اجرموا في حق الشعب التونسي قبل ما نحكيه على انتخابات ولا على مجال جماعات محلية ولا على ديمقراطية تشاركية. بتنجمش تصنع ديمقراطية تشاركية مع إرهابيين, ريت في القانون الانتخابي البلتان نيغو 3 ماهيش اوبليغاتوار, ماهيش معناتها مطلوبة, معناها نجم يكون رئيس قائمة إرهابي فهمت وهو معناها يترأس القائمة وبعد تقول لي نعمل ديمقراطية تشاركية مع واحد إرهابي. القانون الانتخابي هذايا مخطر وهذا وهيك علاش معناها الدعوات لتغيير القانون الانتخابي راهي دعوات ماهيش نتاع تفدليك, دعوات رسمية يلزم تاخذوا بعين الاعتبار اللي اذا كان وجود ما يحبوش. يا فاطمه سامحني, هم اصلا ما يحبوش هذاك القانون حطوه على مقاسهم هم, خاطر هم قالها راشد الغنوشي مباشره, قال هذه مرحله باش نتمكنوا بها فقط, يعني بالنسبه لهم باش نتمركزوا بها, معناها ما عندهمش انهم هم التشاركيه واللي نحكيوا عليه احنا والديمقراطيه بعاد برشا, مازالوا بعاد برشا إذا مبارشة تكوين في الموضوع هذا. هو اليوم هو بالنسبة له يمشي خطوة خطوة, الخطوة هذه بالنسبة له للتمكن يعني فما عاصفة ضربته شوية طح شوية خفض شوية عاود نظم صفوه وخرج لك على أساس بالكاب الجديد الكاب المدني واللي يضحك بيها على الناس. أنا أحب نفهم حاجة يا ولدي, راكم 2011 في أكتوبر 2011 ضحكوا عليكم أنهم يخافوا ربي, ضحكوا عليكم ديزيستوريك كبار برشا برشا برشا, يعني يحكيوا على نضالاتهم وعلى القمع وجابوا حكايات. اليوم معناها رجعوا ويحكيوا في نفس الحكاية, وبالنسبة لهم القانون الانتخابي البلديات انهم يتمكنوا على خاطرهم هم جماعة تلعب بوخ تابوخ تلعب اللوتة تكون في القاعدة تدمغش, فما عنف ايديولوجي رهيب جدا, يعني صحيح اللي يحمل السلاح معروف نعرف وين حامل السلاح ونعرفه انه هو ارهابي واقف السلوم واقف الشعام المشكلة الارهابي الخطير هو اللي كوني في العقول متاع الصغار اللي دمغش فيها اللي خلاها عقول مسكرة في يوم من الايام مهيئة باش تكون ارهابية. هذا هو يعني القانون, باش تعامل بربي سامحوني يا اخي, انا نتعامل مع ناس تفهم في القانون
تحب القانون، تحب طبق القانون. شوف أنا إذا كان يحب يطبق القانون أنا ماذا بيا نفهم حاجة مدام توا عنا نفس الحاكم التحقيق نمرو 13 حاكم تحقيق 13 عندكم فكرة معناها شنو اللي صار. حاكم تحقيق 13 خذا القضايا الكل، اغتيال شكري بالعيد، اغتيال البراهمي، معناها قضية عبد الكريم العبيدي، وفما قضايا أخرين كما عملية باردو وسوسة. فهمت الحاكم هذية عطانا معناها شكون قام بهالعمليات هذوما، عطاه حاجات معناها أنا حاب نفهم حاجة، عطاه يا أخي هو معناها معطيات جديدة ولا عمل معناها إنجاز كبير؟ معطاش هذا الحاكم على خاطر معطاش هو تم تلقيته، تم التلقية متاعو. أيوة. هو يسمو يسكت من فوق يعني هم فما مش نقول لك فما نكتة حلوة برشا انه كي تشد الارهابي عند الامن يعملون له دوسي متاعه يسمو ينتقل معناها يمشي من عند الامنيين للقضاء والحاكم التحقيق، في الطريق الدوسي يتحل ويفرغ ويتيح منه الضيع، يتيح منه اوراق وضيع، يوصل وقت اللي يوصل للحاكم التحقيق يقاه فارغ. دونك هيك نجم نفهم يقاه فارغ، وحتى ولو انه اللي فيه ماهوش مقنع يلزم يقول انه مقنع ويترقى مثال شنو هي المشكله ويبقى عنده الحصانه. رد بالك راهو سيستم كامل، راهو الناس تغلغل داخل مفاصل الدوله، راهي الدوله الان يعني فيها مجموعات تخدم لصالح متاعها في كل شيء. واضح يعطيك الصحة دكتور. نسمع في واحدة معناها هي على قائمة النهضة تقول أنا مشيت لهم يعني مشيت نقاهم عندهم برنامج وفي كل حومة عندهم زوز ثلاثة معناها يخدموا وهم اللي باش يخدموا معايا، يعني يوريك الناس كيفاش تخدم لك بوخت بوخت تاخ تاخ يعني. ومن بعد الفوق هو خاطر هو متمكن من الفوق كابس يعني عنده دوسيات، وقالتها يمين الزغلامي في قناة تونسية قالت شوف حتى احنا شدينا الحكم راهو عنا دوسيات كما انتم عندكم دوسيات عنا دوسيات، وقت اللي انت تمد لي دوسي انا نمد لك دوسي، يعني تهديد صريح وواضح. على رأي نرمين صفر الفنانة القديرة متاعنا في غنيتها توري نوري. ايوه هذا هو يمين الزغلامي توري نوري، شفت شنو اللي قاعدين يعني. انا ماذا بيا نوريو، انا الحقيقه معناتها مانيش فاهمه كيفاش عضو مجلس نواب الشعب كيما زميلتي يمين الزغلامي تقول توري يا اخي. انا بالنسبه لي هاو تحملت مسؤوليتي وانا ندعو الى كشف حقيقه، فهمت، والى خدمه للوطن. ما عنديش حكايه نخبي، خاطر اللي يغطي على ملفات نتاع فساد ولا اللي يغطي على ملفات نتاع ارهاب ولا اللي يغطي هو بيدو شريك في الجريمه. لذا انا ندعو زميلتي باش تعري على الجرائم هذوما، علاش لا؟ احنا في البلاد هذيا حاشتنا بالحقيقه. كيما انا كي نسمع حاجه شنو طالب؟ كي نسمع حاجه انا بالنسبه لي تولي اونديري ابتزاز توري نوري. معني انا بالنسبه لي من مبدا وطني نطلب من زميلتي باش كان عندها ملف توريه للشعب التونسي خلينا نخرجوا من هالازمات نتاع التشكيك ونتاع الابتزاز. الفرق كبير ما بينك وبينها، انت تنتمي للوطن وهي تنتمي للمجموعه، فما الفرق لازمك تفهم زاده، فما فرق انك انت وانا وعبد السلام وغيرنا بارشا ننتميو للوطن، لكنهم هما ينتميو لورغانيزاسيون تنظيم ينتميو ما ينتميوش للوطن. الوطن بالنسبة لي لهم معناها حفظ التراب لا تعني شيء، لكنه أنا وندي نغيروا على البلاد هذية ونقول إذا كان فما دوسي أنا نحطه على طاولة وميهمنيش نموت نحيا، المهم تحيا الأجيال اللي جاية. ونحيو فيك دكتورة بدرة شجاعتك في الطرح الموضوع هذا وفي التوقيت هذا بالذات، ولأنه موضوع خطير جدا معناها صيحة فزاعة أطلقها للمركز. يعطيك الصحة، هذا معناها مش أي واحد ينجم يقدم عليه شيء هذا، وكانت ورشات ممتازة وحضور معناها دولي من عديد الدول الإفريقية، وكانت كان حضور مشرف والورشات كانت مشرفة والمخرجات كانت واضحة ومباشرة معناها بشكل مباشر وغطيناها. احنا نفكروا في الأجيال القادمة، احنا نفكروا في الأجيال القادمة، مش نفكروا في المناصب ولا في توا شنو النجم ناخذه، لا نفكروا في تونس الغد، نفكروا فينا أبائنا وأجدادنا، هم احنا انتمائنا للوطن، هم انتمائهم لتنظيم عالمي، تنظيم الإخوان المسلمين يجب أن تفهمها، نفهموهم هم، يجب أن نتفهموا زادة هم بخاخهم شنو كيفاش تتحرك، لأنها يزايدون بالوطنية،
هكا يجي يقول لك انت لست وطني اكثر مني. اين كنت ايام الجمر؟ جمر شنية اللي كنت فيه؟ انا ايام الجمر كنت نقرا وتعلمت ولدت دكتوره وخذيت دكتوراه في تونس ومن تونس انا ما خرجتش من تونس اخذيتها ووصلت تعليم عالي عسكري وخبيره امنيه وعسكريه واشرف تونس في كل المحافل الدوليه ونخرج لكل البلدان وانا دائما في دعوات من كل البلدان لالقي المحاضرات. اليوم يجي يقول لي انت فين كنت ايام الجمر قبل 14 جانفي؟ انا كنت في تونس نتعلم وانت كنت في الشيشان وفي افغانستان، هذا الفرق ما بيني وبينك. ولا انت كنت تساسي وتتشحط بملفات المساجين السياسيين اللي في يوم ما كلمتهم البن علي باش خرجت على سيارة المراسم. واضح، يعطيك الصحة. الفرق كبير. واضح دكتورة، يعطيك الصحة، سعدنا جدا باستضافتك معنا، حابينك لو كنت تكون بحذنا في البلاتو ما مش مشكل. مواعيد إذاعية قادمة إن شاء الله. يعطيك الصحة دكتورة. نكملوا نختموا مع مدام فاطمة مسدي، وكما قلت لك إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة، ومازال الملف سيفتح من جديد، وانتم يعطيكم الصحة كمركز حركتوه الملف هذا وحيرتوه بالباهي بالباهي، خذاه أمبلور كبيرة، وإن شاء الله في أول إن شاء الله نشاط تعملوه يعملوا رغم الهيكة، رغم تحذيرات الهيكة. رغم تحذيرات الهيكة. يعطيك الصحة دكتورة بدرة، وإن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. بسلامة. بسلامة. النايبة فاطمة مسدي، باش نخدموا الملف هذا الكل كنا نسمعه في الدكتورة بدرة قعلول والتصريحات الخطيرة اللي أدلت بها، باش نخدموا شنو عندك نجم تضيف فيه الملف هذا؟ هو الملف هذا راهو ملف كبير ياسر وعميق، وراهو كل شيء مرتبط ببعضه. ريت معناها فما ثلاثة حاجات. الحاجة الأولانية اللي كونوا معناها قلنا فما فكر اللي هما حبوا معناها يوصلوه، فكر هو فكر جهادي، فكر الأمة الإسلامية، فكر لا وجود لوطن، فكر متاع الدعوة إلى نكونوا احنا الإخوان المسلمين كلنا، معناها هما لهم إخواننا ولا حتى راهم عندهم حتى علاقة بتونس، هو هذية فكر هذية وهابي حبوا ينشروه، حبوا يكونوا منتشرين في البلايس الكل، ويكون سوريا تكون معناها الشام تكون زادة موجودة تحت السيطرة. هذية كيفاش خدموه، معناها عندهم فكر تنظيري سياسي، ما حتى حد ما ينكر اللي كونوا معناتها المفكرين متاحهم كما راشد الغنوشي ولا أبو يعرب المرزوقي عبروا على معناها توجه متاع الجهاد في سوريا، معناها بالنسبة لهم هذيك إطار فكري كبير. كيفاش حبوا يقنعوا به الناس؟ عملوا معناها طرق بالدعاة اللي جابوهم، الدعاة هذوما اللي كانوا معناها انتردي بار لا لوا باش يدخلوا، دخلوهم في المطارات، والسيد عماد الدايمي اللي هو معناها وقتها في رئاسة الجمهورية استقبلهم اون ديري رؤساء موجودين، انت شفت حتى تصاور كيفاش استقبال رئاسي، رغم اللي فما في القانون ما عندهمش الحق يطأوا الارض التونسية، لكن هما تجاوز القانون، رئاسة الجمهورية خذت قرار تجيب الدعاة. قلت لكم وزارة الشؤون الدينية تتمثل من المسؤولية تقول احنا ما استشاروناش، وزارة الخارجية تتمثل، دونك رئاسة الجمهورية وقتها خذيت على عاتقها دخول الدعاة. في ذاك الوقت الدعاة كانوا مواصرين حتى من وزارة العدل باش ينجموا يكونوا موجودين وينشطوا، وزارة الداخلية كانت توفر لهم زادة الأمنية. هذه حاجة، دونك الوزارات ورئاسة الجمهورية كانوا يخدموا لصالح التسفير، معناها هذه معناها تورط الدولة. فهمت؟ نزيد على هذا، فما حاجات ما نجموش يظهروها مع عيني عينك، دونك فما حاجات يغطيوا عليهم، فما أمن اللي هما يستعملوها أمن موازي كما قلت لك باش يستخرجوا جوازات سفر ولا باش يغطيوا على عمليات إرهابية، الحاكم التحقيق اللي يغطي هو اللي يترقى، الأمن اللي يخدم معاهم هو اللي يترقى، الأمن الوطني يتعزل. قاموا بتعيينات آلاف التعيينات في هذاك الوقت اللي توا احنا نقاسيو منهم على حسب الولاءات مش على حسب الكفاءات. انت كيف لوكا تحط لها انت ربان ما يعرفش يسوق، فهمت؟ مش تغرق. احنا التعيينات نتاعهم كانوا سبب، تخيل في 3 سنين احنا نقاسيو كما قلت انت فيك التعيينات، فما بالك لو كان ياخذوا الحكم المحلي قداش مش ترسينا، معناها نقاسيو من قدر الله سيناريو جزائري ان شاء الله ما نتمنوا انه ما يحصلش في تونس. هذه الاولى. الثانيه هي بالنسبه للناس اللي 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 تورطت، الناس اللي هما معناها كما نقولوا فما معناها مكاتب ووثائق تقول
اللي يكونوا بخلاف معناها فما التورط لرئيس الجمهورية والوزارات في بعض الأحيان ولا الدولة، كانت فما تورطات أجنبية، فما جواسيس دخلوا للدولة هذية حسب كلام نقابة الأمن الجمهوري. 400 جاسوس دخل لتونس، كانت فما عمليات كانت عملت تفجير متاع الغريبة مش تصير، عمليات الموساد كان حب يجهز على الثورة التونسية، حب تونس ما تنجحش في الديمقراطية متاعها. واضح هذوما الكلهم مع هذا الشيء هذايا يزموا تو يتحاسبوا. انا اللي نقول اللي كونوا المحاسبه ما لازمش تكون كيما المكتوب نتاع سي بن جدو يقول احنا نشدوا وانتم تسيبوا. المحاسبه ماهيش متكون بالعداله الانتقاليه اللي هي معناها فما مواطنين درجه واحد ومواطنين درجه اثنين. المحاسبه لازمها تكون هالناس هذوما يتعدوا على القضاء العسكري. انا عندي ثقه في القضاء العسكري، هما ارهابيين، هما خدموا ضد امن الوطن، هذه تسمى وضع الذمة تحت جيش أجنبي بالحق مش لعب. معناها أنا نعتبر هذه زي ما يصير إن فوا صارت هذه وقتها نجمو نحكيو على تصليح. لكن هذا الكل احنا تو ما صارش وعنا قدامنا انتخابات قريبة. أنا نحب الناس تفهم راهو صوتهم هو اللي نجم يبدل كل شيء، راهو صوتهم هو اللي يعطي الشرعية للإرهابيين وإلا ما يعطيش الشرعية للإرهابيين. واضح. يعطيك صحة مدام فاطمة. يظهر لي الملف فتح على مصراعيه ودعوة للنيابة العمومية أنها تتحرى في كل المعطيات اللي تقالت اليوم في إكسيد فيتيس. الحلقة إن شاء الله هتو تلقاوها بعد على مواقع التواصل الاجتماعي في صفحة ريباتا فيم صفحة رسمية. دونك يعطيك صحة نيابة فاطمة. كلمة أخيرة. راهو ولاية المستير تعتبر معناتها ولاية بالحق نقول لك انا ولاد الزعيم بورقيبة. علاش؟ خاطر الناس اللي عندها جرأة باش تفتح الملفات هذوما ما نجمو كانوا يكونوا ولاد بورقيبة اللي هو خلى كل شيء وحب البلاد وبنى دولة. دونك احنا ان شاء الله نبنيو دولة وما نخافوش وربي معنا ان شاء الله. يعطيك صحة فاطمة، سعدنا جدا باستضافتك اليوم. يعطيك صحة. قراءة في أهم الأحداث الجهوية والوطنية والعالمية مع عبسلام شقير كل يوم جمعة من 10:30 نهار في إكسيد فيتيس. إكسيد فيتيس.